بين القبور هنا يعيش الصينيون عيد الموتى أو ما يعرف بكنس القبور، عيد تقليدي في الصين لإحياء ذكرى الموتى والأجداد. طقوس وعادات تبدأ من هذا المكان، من إحدى المقابر في بكين، لنرى كيف يعيش الصينيون الطقوس هنا. شاركنا عائلة تقاليدها عن قرب، ساعات يحيون فيها ذكرى موتاهم على طريقتهم. المكان لابد أن يعود كما كان، وأيضاً ثمة خلوة مع الميت بوجود أطعمة أحبها في حياته. نحن نتذكر أسلافنا في هذا اليوم، يجب أن نجلب لهم الطعام والحلويات ونجلس معهم. هم يشعرون بكل شيء، نحن نحيي المكان مجدداً بالورود لأنهم يحبون هذا. كل هذه الأطعمة معتقد صيني للتواصل مع الأموات. ليس هذا فقط، فلربما المتوفى بحاجة لنقود وأمنيات، فيلبونها على القبور فوراً كهدايا ستجد طريقها للميت قريباً. أما هذه المسنة فتكتفي بهذا، تكنيس القبر ومسحه طيلة نهار العيد، فيما تنشغل غيرها بالتزيين بالطريقة التي اعتادت، ليكون للقبور عيد هكذا شكله وصور تروي قصصا. غداء السالم، العربية، بكين.